السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله بخير وكفر. الحمد لله. طيب، الآن الذي انضم إلى زوم قرابة 50، من الآخرون؟ طيب، وسنتعلم الدرس الثالث. الدرس الثالث في موضوع فلسطين. طيب، أقرأ أولا وبعد القراءة إن شاء الله سنعرض عليكم يعني الدرس. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه وموالاه. بعد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. طب اسمع أولا، يعني بناء على الاستماع أولا وبعد ذلك نقرأ سويا. طيب، الوحدة الثالثة، الدرس الثالث، فلسطين. توجد خريطة فلسطين. طيب، الكلمات الجديدة: إسراء، السميع، البصير، فتح، يفتح، قرن، 100 سنة، شتات، مغتصب، راية، علم، شبه، جزيرة، الأحداث التاريخية، بلدان، الحبوب للبنات، للنبات، الخضروات، الخصب، الخصبة، مرتفعات، منخفض، الساحل، هب يهب للريح، مليون، احتلال، معسكر، لاجئ، اعتمد على، يعتمد، الينابيع، منتجات، المعادن، جزيرة، الإبل. طيب، فلسطين. كان من الأحداث العظيمة إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ولقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكان المسلمون يتوجهون في صلاتهم إلى المسجد الأقصى، حتى أمرهم الله بأن يتخذوا المسجد الحرام قبلة لهم، فأصبحوا يصلون وهم يتجهون إلى الكعبة المشرفة. ثم فتح المسلمون فلسطين في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، ونشروا فيها الإسلام، وظلت فلسطين بلدا عربيا إسلاميا منذ 14 قرنا. وحينما استعمر البريطانيون فلسطين، هاجر إليها اليهود من أنحاء العالم، واحتلوا أرضها في عام 1368 هجرية، يعني تساوي 1948 ميلادية. وفلسطين تقع شرق البحر الأبيض المتوسط، وغرب الأردن، وجنوب
سوريا ولبنان، والشمال في الجزيرة سيناء المصرية، وتبلغ مساحتها 27,000 كيلو مترا مربعا تقريبا، ويتكون سطح فلسطين من السهول الخصبة والمرتفعات الجبلية والمنخفضات وصحراء النقب. والمرتفعات الجبلية والجهات الساحلية من فلسطين معتدلة الحرارة، وأما المنخفضات والسهول فهي شديدة الحرارة صيفا، وفي الشتاء تهب الرياح على فلسطين فتسقط الأمطار، كلما اتجهت الرياح شرقا قلت الأمطار، وفي الجزء الجنوبي من فلسطين تقل الأمطار أيضا. ولا يعيش من السكان العرب الأصليين في فلسطين الآن سوى 500,000 شخص تحت الاحتلال اليهودي، أما الباقون فيعيشون في معسكرات اللاجئين في البلاد العربية أو يعملون فيها، ويعيش بعضهم في بلدان أخرى. ويأمل الفلسطينيون أن يجمع الله شتاتهم في وطنهم المغتصب، ولذلك تراهم يرفعون رايات الجهاد منذ احتلال بلدهم حتى اليوم. وفلسطين بلد زراعي، وتعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار والينابيع والأنهار، ومن منتجاتها الزراعية الفواكه والحبوب والخضروات، ويعمل بعض سكانها بتربية الغنم والإبل واستخراج المعادن من جوف الأرض. ومن أهم مدن فلسطين القدس، عاصمة فلسطين، وفيها بيت المقدس. نعم، انتهيت من القراءة. طيب الآن سأقوم بعرض هذا. طيب طيب العرض يظهر عندكم، ها؟ طيب من يقرأ؟ لا يظهر صوت. أنا يظهر. طيب من يقرأ؟ من يقرأ؟ أنا. نعم، تفضلي. كان من الأحداث العظيمة إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ولقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وكان المسلمون يتوجهون في صلاتهم إلى المسجد الأقصى حتى أمرهم الله بأن يتخذوا المسجد الحرام قبلة لهم فأصابهم يصلون وهم يتجهون إلى الكعبة المشرفة يتجهون إلى الكعبة المشرفة ثم فتح المسلمون فلسطين في زمن الخليفة عمر بن الخطاب أنشروا فيها الإسلام وظلت فلسطين بلدا عربيا إسلاميا فلسطين بلدا عربيا إسلاميا منذ 14 قرنا وحينما استعمر البريطانيون فلسطين هاجر إليها اليهود من أنحاء العالم واحتلوا أرضها في عام 1368 سنة في عام ألف وثمانية وستين هجرية أي أو يساوي عام ألف وثمانية وأربعين ميلادية وفلسطين وتقع شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب الأردن وجنوب سوريا واللبنان وشمال واللبنان وشمال شبه جزيرة سيناء المصرية سيناء المصرية نعم وتبلغ مساحتها وتبلغ مساحتها 27,000 مربعا تقريبا ويتكون سطح فلسطين من السهول الخصبة والمرتفعات الجبلية والمنحفظات والصحراء النقب والمرتفعات الجبلية والجهات الساحلية من فلسطين معتدلة الحرارة وأما المنحفظات والسهول فهي شديدة الحرارة صيفا
في الشتاء تحب الرياح على فلسطين فتسقط الأمطار وكلما تجاهت الرياح تجاهت الرياح شرقا قالت الأمطار وفي الجزء الجنوبي من فلسطين تقل الأمطار أيضا ولا يعيش من السكان العربي أصليين في فلسطين الآن سوى نصف مليون شخص تحت الاحتلال اليهودي أما البعض ليس يهودي تحت الاحتلال اليهودي تحت الاحتلال اليهودي أما الباقون ويعيشون في معسكرات اللاجئين هذا خطأ معسكرات اللاجئين في معسكرات اللاجئين في بلد العربية أو يعملون في البلاد العربية في البلاد العربية أو يعملون فيها ويعيش بعضهم في بلدان أخرى ويأمل فلسطينيون أن يجمع الله شتاتهم في وطنهم المغتصب ولذلك تراهم يرفعون رايات الجهاد منذ احتلال بلادهم حتى اليوم فلسطين بلد زراعي منذ احتلال بلدهم ليس بلدهم بلادهم حتى اليوم وفلسطين البلد زراعي وتعتمد ليس بلد بلد زراعي وتعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار والينابيع لأنهم على مياه من أمطار والينابيع والأنهار ومن منتجاتها الزراعية الفواكه والحبوب والحضروات ويعمل بعض سكانها بتربية الغنم واستخراج المعادن من جوف الأرض ومن أهم المدن فلسطين ومن أهم المدن فلسطين أين من لا يوجد مل ومن أهم مدن فلسطين القدس عاصمة فلسطين وفيها بيت المقدس طيب هذه قراءة من البنات. طيب نريد قراءة من الشباب. هل يوجد شباب؟ أنا شتت. نعم تفضل. فلسطين. فلسطين. كان من أحداث العظيمة إسراء الرسول. من الأحداث. من الأحداث العظيمة
Isra'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa fi Falastin wa laqad dzakarallahu dzalika fil Qur'anil Karim fil Qur'anil Karim. Faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir wa kana al muslimuna yatawajjahuna fi salatihim ila al masjidil aqsa hatta amarahumullah bi ay yattakhidhul masjidal haram qiblatan lahum fa asbahu yusalluna wa hum yattajihuna ila al-ka'batil musharrafati thumma fatahal muslimuna falastina fi zamanil khalifatil umar bin khattab fi zamani fi zaman khalifati umar bin khattab wa nasharu fiha al-islam wa dhallat Filastin baladan arabiyan islamiyan mundu arba'ata asyara qarnan wa hina mast'amaral baritaniyun Filastin هاجر إليها يهود من أنحاء العالم واحتلوا أرضها في عام ألف وثلاث ألف وثلاثمائة وثلاثمائة وثمانية وستين نعم هجرية ألف وتسمائة تسعمائة وثمانية وأربعين وثمانية وأربعين ميلادية وفلسطين تفع شرق البحر أبيض متوسط وغرب الأردن وغرب الأردن وجنوب سوريا ولبنان وشمال شبه جزيرة سيناء المصرية وتبلغ مساحتها 27,000 كيلومترا مربعا تقريبا ويتكون سطح فلسطين من السهول خصبة والمرتفعات جبلية والمنخفضات وصحراء النقب والمرتفعات جبلية والمرتفعات الجبلية والجهات الساحلية من فلسطين معتدلة الحرارة
وأما من خفضات والسهول فهي شديدة الحرارة صيفا وفي الشتاء تهب الرياح على فلسطين فتسقط الأمطار وكلما اتجهت الرياح شرقا قلت الأمطار وفي جزء جنوبي من فلسطين تقل أمطار أيضا ولا يعيش من السكان العربي أصليين في فلسطين الآن سوى نصف مليون شخص تحت الاحتلال اليهودي أما الباقون فيعيشون في مؤسكرات معسكرات اللاجئين في البلاد العربية معسكرات اللاجئين في بلاد العربية أو يعملون فيها ويعيش بعضهم في بلدان أخرى ويعمل الفلسطينيون أن يجمع الله شتاتهم في وطنهم مغتصب ولذلك تراهم في وطنهم مغتصب ولذلك تراهم يرفعون رايات جهاد رايات الجهاد منذ احتلال بلادهم حتى اليوم ففلسطين بلد زراعي وتعتمد الزراعة فيها على مياه أمطار والينابع والأنهار ومن منتجاتها الزراعية الفواكه والحبوب والخضروات ويعمل بعض سكانها بتربية الغنم والإبل واستخراج معادن واستخراج المعادن من جوف الأرض ومن أهم مدن فلسطين ليس مدن ومن أهم مدن فلسطين
wa min ahammi muduni Filastin al-Quds asimatu Filastin wa fiha Baitul Maqdis. Wa fiha Baitul Maqdis. هذا النص طويل جدا صح ما والباقي من هذا الزوم دقيقتان. طيب لا بأس نذهب إلى الخريطة. هذه نسميها الخريطة. خريطة هناك المملكة الأردنية الهاشمية وهناك الجمهورية العربية السورية وهناك المملكة العربية السعودية وهناك في جمهورية مصر العربية وفلسطين. هذا الأحمر لون الأحمر هذا فلسطين. هنا البحر الأبيض المتوسط. طيب الآن نقوم بإسراء الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة إسراء. من يعرف إسراء؟ نعم إسراء يعني ما كان يعني قف أن تسير إلى إسراء يعني في سورة كم قرأناها يعني في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يعني بداية الآية الأولى من سورة الإسراء. الإسراء والمعراج. الإسراء يكون في الليل المشي في يعني سيرها ليلا إسراؤها ليلا يعني سيرها ليلا. السير يكون في الليل. طيب السميع. السميع سامعا منصت يعني سميع السامع منصت وهو من أسماء الله الحسنى كما توجد في البقرة في سورة البقرة إن الله سميع عليم سميع بصير. بعد ذلك البصير. ما هو البصير؟ بصير جمعه بصرى هو العلي البصير يعني من أسماء الله الحسنى بمعنى العليم الخبير العليم والخبير بمعنى العليم الخبير. بعدين إذا انتهى سنعيد مرة ثانية إن شاء الله سنعيد في حلقة أخرى بعد هذه. نعم لأن الوقت